السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم عبد الرحمن من قناة جود كود، وهنتكلم النهاردة عن الـ Non-Inferiority Traits. الـ Non-Inferiority Traits ديت هي مشابهك قوي للـ Equivalence Traits، يعني تعتبر نفس الفكرة برضو. أنا عندي دواء موجود بالفعل وعندي دواء تاني، وعايز أثبت إن الدواء اللي اخترعته جديد دوت يعني ليس أقل من الدواء الموجود بالفعل، ليس أقل من الدواء الموجود بالفعل. إما هنا هي دلتا، هناك اللي هي الايه اللي هي المارجن او اللي هي يعني اختار مارجن او ايه او مينيمم اكسبتنس ديفرنس، هي نفس الفكره بتاعتها بالظبط. فرق بس ان النون انفيريوريتي احنا لازم نخليها وان سايدد، وكمان في فرق تاني ان احنا لازم نخلي الكونفيدنس انترفال 97.5% مش 90%. المهم بيقول لك بقى ان النون انفيريوريتي دي زي ما قلت لك كده كونسيدريت ذات وان تريتمنت از نوت انفيريور تو انذر، يعني مش اقل من الثاني، التريتمنت الجديد اللي بتاعي مش اقل من التريتمنت الموجود بالفعل، وبنعمل وان سايدد تيست. طبعا حته وان سايدد دي مهمه جدا، علشان لو انت هتعمل السامبل سايز كالكوليشن، وهشرح عليك بالتفصيل ممل لا تقلق. ستارتنج فور ذا نال هايبوثيسز، طبعا انت عارف ان الهايبوثيسز زي ما قلت لك قبل كده لازم تسمع الفيديو الاولاني. طبعا النال هايبوثيسز ديت هي عباره عن فرضيه العدم، الفرضيه اللي بتقول ان اللي انا بعمله دوت مش هيطلع صح، او اللي انا عايز افترضه مش هيطلع صح، ودي فرضيه العدم، وان الدواء بتاعي انفيريور فعلا، لكن انا عايز بس ان الدواء بتاعي انفيريور ليس اقل. هو بيقول لك ان فرضيه العدم ان الدواء بتاعك اقل، يعني الام يعني المارجن بتاعك اكبر من او ايه، يعني قصدي ان النال هايبوثيسز بتاعتك اللي هي اكبر من او يساوي المارجن، يعني القيمه اللي انت هتطلع معاك اكبر من او يساوي المارجن، ديت اللي فرضيه العدم. لكن فرضيه الباحث بتقول ان الدواء بتاعي نوت انفيريور، الدواء دوت مش اقل من الدواء اللي موجود بالفعل، يعني المارجن بتاع اللي هيطلع اقل، قصدي القيمه بتاعت اللي هتطلع هي اقل من المارجن نفسه، تمام؟ ديت الالترناتيف هايبوثيسز. نوت انفيريورتي ترايلز، عندنا كيس سيناريو بيقول لك كيس ستادي تراير كومبيرنج ا نيو اند ستاندرد دراج، الدواء جديد ودواء ستاندرد موجود بالفعل علشان يعالج برضو الانفكشن. بص هو فنفس برضو نفس الكيس سيناريو، انا غيرت لكش في اي حاجه بس هظبط لك حته الكونفيدنس انترفال. فبيقول لك بقى زي ما قلت لك كده، ويز بريسيفايد دلتا اوف 12، دلتا هي ام اللي هو المارجن، انا مش هتفرق كتير زي ما قلت لك، المارجن هي الدلتا، نفس الفكره، مينيمم اكسبتال ديفرنس، مينيمم اكسبتابس ديفرنس، مينيمم اكسبتد ديفرنس 12% at the end of the trial، برضو 33.7 observation treated with the new drug still has infection compares، هو نفس السيناريو بتاع المرة اللي فاتت. It's often recommended to test for non-inferiority at 2.5% level of significance، عندي هنا بيبقى 2.5%، يعني اقسم على 100 هتبقى 25 من 1000، البي-value لازم تطلع بي-value 25 من 1. المهم with four consider use one sided 97.5%، يبقى الكونفيدنس انترفال هنا 97.5%، الكونفيدنس انترفال هنا 97.5%، الكونفيدنس انترفال هنا 97.5%، فالبروبوشن اللي هيطلع لازم نحدده في البرنامج 97.5%. ونبص للابر باوندري، المره دي الفرق بين النون انفيريوريتي والاكوفالنس، في النون انفيريوريتي بنبص للابر باوندري، في النون انفيريوريتي بنبص للابر باوندري، في النون انفيريوريتي بنبص للابر باوندري. لقيت الابر باوندري اللي هو 127 من 1، يعني معناها 12.7%، 12.7% تعدت المارجن بتاعنا، يبقى كده للاسف الدراسه بتاعتنا لم نثبت انها نوت انفيريور لانه تعدى المينيمم اكسبتنس ديفرنت او المارجن، تمام كده؟ تمام، يبقى وي نوت كليم ذا نيو تريتمنت از نوت انفيريور تو ذا ستاندرد تريتمنت. يبقى تاني هكرر عليك، في النون انفيريورتي الكونفيدنس انترفال بتاعتك لازم تبقى 97.5%، والسيجنفكانس ليفل لازم يبقى عندي كام؟ لازم يبقى عندي 25 من 1000. ركز معايا بس في الكونفيدنس انترفال، لما تعمل له الكونفيدنس انترفال عند 97.5% تشوف المارجن الرقم بتاعك هل تعدى الابر باوند، الابر باوندري هل تعدى المارجن ولا لا، هنا تعدى الباوندري، يبقى للاسف انا مش هقدر اثبت، يبقى فرضيه العدم فشلت ان انا ارفضها، يبقى فرضيه العدم فشلت ان انا ايه ارفضها، وللاسف الدراسه دي لا استطيع ان اثبت انها نوت انفيريور، الدواء بتاعي لم استطع ان اثبت انه نوت انفيريور. شكرا.